بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أتكلم امبارح مع اقتصادي مهم في الحكومة وبقول له شو رأيك في البلوكشين؟ قال لي ما بعرف شو بلوك يعني، بس بعرف شين، وشين يعني سيء عكس زين. قلت له احلف. قال لي بثبت لك إياها. قلت له اثبت. قال لي هبت هبوب الشمالي هواها شيني. صفنت فيه شوية وقلت له ما هو الحق يعني مش عليك. هذا الفيلم علشان البطل اللي ما عمره سمع في البلوكشين، واللي قال عنه المنتدى الاقتصادي العالمي في العام الماضي انه يتوقع ان تصبح تقنية البلوكشين بمثابة نبض القلب للنظام المالي العالمي. وقالوا ايضا هذه التقنية ستؤدي الى خفض الرسوم البنكية وتقليل الاخطاء البشرية، مما قد يؤدي الى تحصين الاقتصاد العالمي ضد الفقاعات المالية. كلام معقد. انا بدي اشرح مفهوم مهم جدا يعتبر من اخطر المفاهيم الحديثة في عالم ما بعد الانترنت، وهو البلوكشين. وصراحة استغرقني هذا البحث ساعات طويلة، مش عشان افهمه بس، لكن عشان ايضا استطيع اني ابسطه لكم. طيب، ما هو البلوكشين؟ بالانجليزي البلوك يعني كتلة، وتشين يعني سلسلة، فالبلوكشين هو سلسلة الكتل، يعني كتلة سلسلة كتلة سلسلة. طيب كيف ممكن نفهمها؟ خلينا ننطلق من الملكية. عندك ارض أو بيت أو أسهم أو سيارة، أكيد عندك. طيب هاي اسمها ممتلكات. البيت والأرض وين موثقة؟ في دائرة الأراضي. السيارة في دائرة الترخيص. الأسهم في السوق المالي. يعني لابد من سلطة مركزية تثبت أنك تمتلك الأرض أو البيت أو السهم أو السيارة أو غيره. طيب خلينا ناخذ قطعة الأرض. عندك قطعة أرض حلوة وبدك تبيعها مثلا. حاليا لازم أنت والمشتري تروحوا للسلطة المركزية دائرة الأراضي والأملاك. ليش؟ علشان أولا يتم التحقق أنه هاي الأرض إلك، وثانيا عشان يتم توثيق عملية البيع للطرف الثاني. البلوكتشين بيحقق هذول الهدفين بدون جهة ثالثة، يعني بدون دائرة الأراضي نعم، وبالتالي بوفر عليك تكاليف كثيرة جدا مثل الرسوم والوقت وغيره. يعني بدك تبيع قطعة أرض مثلا لواحد في أمريكا أو في اليابان أو في كوريا، بتبيعها بثواني بدل ما بصير الآن من أنك تروح الأراضي أنت وياه وتقدم طلب وتستنى وتضيع وقته، وإذا هو بعيد بده وكالة ورأس سفارة وغيره. هذا كله التغى أو سيلتغي. يعني في المستقبل ممكن أنه يتقلص دور دائرة الأراضي بشكل كبير جدا. فأنا نصيحتي للشباب اللي بيشتغلوا في الأراضي، كل واحد فيهم يظبط السي في تبعه ويدوروا على شغلة ثانية. تخيل أنك بعت أرض، هذا الإجراء يعتبر بلوك. إجا واحد ثاني بعدك واشترى قمح مثلا، يعني هذا كمان بلوك. وبعده واحد اشترى سيارة، كمان بلوك. واحد اشترى نفط، كمان بلوك. مليارات العمليات اللي بتتم في ثواني، يعني مليارات البلوكات. لكن الحلو في الموضوع انه عملية البيع اللي انت قمت فيها صارت ضمن هاي السلسلة، وإلها رقم محدد ومشفرة ولا يمكن تغييرها ابدا ولا التلاعب فيها. صارت ضمن سلسلة هائلة من البلوكات. عمليتك عبارة عن one block. تخيل يعني رقم معاملتك بيحتوي كل أرقام العمليات اللي تمت في الدنيا إذا أنت مرتبط في موضوع البلوكشين. يعني توثيق ابن الذين، تزوير مستحيل، تهكير مستحيل، وتشفير 100%. نفس الشيء بالنسبة للمشتري. طيب كيف بصير التوثيق؟ نفس المثال، معاملتك صارت موثقة عند كل واحد في السلسلة، وهذا اسمه دفتر الحسابات الموزع. يعني بدل دفتر واحد في دائرة الأراضي مثلا بيسجل وبصادق على الملكية، بيكون التسجيل والمصادقة من قبل ملايين الأشخاص حول العالم اللي هم في السلسلة. بالله عليك وين أفضل، دفتر واحد ولا مليون دفتر؟ يعني قاعدة بيانات موزعة حول العالم بدل مكان مركزي واحد. واحد بيقول لي يا رجل فكك من هالسوالف، ما في حد في العالم بيسوي هيك. بقول له طيب احمل حالك وروح على سويد وشوف. أقول لك بلاش، روح من غاد إذا رحت على السويد، روح على الهندوراس، لأن الأراضي صارت تتسجل في الهندوراس من خلال البلوكتشين. وكون الهند قريبة على الهندوراس، روح على مدينة أندرا براديش تيلانجانا في الهند وشوف كيف بتم تسجيل سجلات الأراضي على البلوكتشين. بلاش غلبك، وديتك على الدنيا كلها. اتصل مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، راح يقولوا لك انه خلص اعلننا انه راح نرفع جميع معاملاتنا على البلوكشين.
طبعا أصدرت دبي استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية عشان تكون أول حكومة في العالم تطبق جميع تعاملاتها من خلال تقنية البلوكتشين أو ما يسمى بإنترنت التعاملات. متى؟ 2020. لا لا مش 2200، 2020 يعني بعد بكرة. خلينا نرجع لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي اللي بتوقع أنه بحلول عام 2028 رايح يكون 10% من الدخل المحلي الإجمالي في العالم من خلال البلوكتشين. طبعا الدخل المحلي الإجمالي العالمي في هذاك الوقت تقريبا 90 تريليون، يعني 9 تريليون دولار رايح يكون من خلال بلوكتشين. موضوع مش مزح أبدا، ولابد أن جميعا نكون متنبهين له، وأخص بالذكر الحكومة طبعا والمؤسسات المالية وأصحاب الأعمال. وبالنسبة لصاحبنا اللي بدأنا فيه الحوار بقول له لا تفضحنا يا شين، يعطيكم العافية.